بنطلع من حدود 20% من الأخوات رودي مواد أمين عبالة ياسين إخواتي حبايبي الغاليين، أهلا بيكم في الحلقة 16 من حلقات سلسلة تعليم اللغة القبطية، وإن كنا وصلنا فيها إلى شوط مش بطال بركة صلاتكم وطلباتكم عني. وإحنا النهاردة حابين نكمل مع بعض على العدد والمعدود اللي اتفقنا عليه أو اللي ابتديناه المرة اللي فاتت. والحاجة التانية إن إحنا ناخد مع بعض السلام لك نسأل، ويمكن السلام لك نسألك هي قطعة ليتورجية إحنا بنستعملها كتير جدا في مقدمة الزكسولوجيات في رفع بخور عشية وباكر، اللي هي ما بعد قدوس الله، ويمكن إحنا ناخد قدوس الله المرة الجاية بإذن ربنا. بس على حسب اتفاقنا ان احنا ناخد جزء جزء من الاجزاء الليتورجية، ويمكن رغم صغر هذه القطعه انها صغيره جدا عن قانون الايمان وصغيره جدا عن بدايه الامانه، ولكن احنا هنقسمها الى 8 سلايدات ب8 جمل. هذه الثمان سلايدات هي الثمان ارباع التي تقال، ودائما ما يقال منهم 6/4 لك وبيقال منهم ربعين الأخرانيين ملحن. فتعالوا مع بعض نشوف سلايد الأولاني أو الربع الأولاني، بيقول شارع ناف تنتي هو إيرو وفي أسؤال اثمان أو إت أوين بارثينوس إنسيني نيفين كينوس نوتيث مارن بيا خريستوس. تاني شارع تنتي هو إيرو وفي إس أو آل إثمان أو إت أوين بارثينوس إنسان يونيفين كي مصنوتي إثمار بي أخرشتوس. ده اللي هو السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة منت العذراء كل حين. طيب الربع الثاني أو السلايد الثاني أو الجملة الثانية بتقول أني أوبي أنتني بروسف شي آد شو هابي شيري أمل ريد أنت في كان الموفي ناني فو. تاني أني أوبي أنتني بروسف شي آد شو هابي شيري أمل ريد أنت في كان الموفي ناني فو. السلايد الثالث شيري في إطارس ميسي نارم بي أو أول انطاع اسمي بي أخستوس تنوتي كي بارثينوس أسؤوال. تاني شيري في إطارس ميسي نارم بي أو أول انطاع اسمي بي أخستوس تنوتي كي بارثينوس أسؤوال. الرابع الرابع ماتي هو أم تشوف أهي إلون انت في ار او ناي من فيشي انت في كان الموفي ناني فو. تاني ماتي هو ام تشويس ايه هي يوم انت في ار او ناي من فيشي انت في كان الموفي ناني فو. الخامس تي باثينوس ماريا تي في اوتو بوزيت اوال تي بروستاتس ايتن هوب انتاج جينوس انتاج مترومي. تاني تي بارثينوس ماريا تي في اوتو بوست اوال تي بروستاتس ايتن هوت انتاج جينوس انتاج مترومي. الرابع السادس عاليا بريس بابين ايه هي دون نعم يا فرستوس بإطار الفوف هوكوز انتف على ايه مطلع بيكو ايفول انتاني نوفي. تاني على البرز دادين ايه هي يبون نهر بي فستوز بإطار الفوف هوكوز انتف على ايه مطلع بيكو ايفول انتاني نوفي. الربع السابع شاراني او تي باثينوس كي اورو امين ان اليثيني شاري بشوشو انتاج انجينوس
على ايه؟ فوق نعم ان امانو ايه؟ تاني شاري او تي باثينوس تي او امي ان اليثني شاري تشوشو ان تيتن جينوس على ايه؟ فوق نعم ان امانو ايه؟ الربع الاخير تنكي هو عريت النبي او تي اتوستاتس ايتن هو نعرف ان تشويس يسوس بي افرستوس انت تقال الموفي على فو تاني تنكي هو عريت النبي او تي اتوستاتس ايتن هو نعرف ان تشويس يسوس بي افرستوس انت تقال الموفي مع يمكن الربعين الاخرانيين دول احنا كده خلصنا. يمكن الربعين الاخرانيين دول اللي بيقالوا الى حد ما ملحنين والنغمه بتاعت الربع الثاني اللي احنا كلنا حافظينها تنتي هو علي بن مدي غدي اتوستاتس ايتن هوت نار بن تشويزيز بارستوس قادم نوفي نالي هول. فطبعا دي احنا كلنا حافظينها على ظهر القلب، ولكن احنا قلنا ان احنا نمشي اللي احنا حافظينه ونفقره علينا بالقرايه. ما اعتقدش ان انتم محتاجين ان انا اعيدها تاني كلها مره على بعض بطريقه رفع بكور عشيه، لان هي برضه بتقال ده ممكن بس غير ربع السابع اللي بيلحن، سواء اذا كنا هنلحنه ثانوي او هنلحنه فلاحي. يعني مثلا لو هنلحنه ثانوي شيني اوتي بارثينوس تي اورو امي، لو هنلحنه فلاحي فلو طريقة طويلة شويتين ممكن نختصرها مع بعض، ولكن ده مش مكانها، ممكن نخليها في مكان آخر. ولكن تعالوا دلوقتي نكمل ما بدأناه من ناحية العدد والمعدود اللي كنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. فمن ناحية العدد والمعدود اللي كنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان في الاعداد ما اعلى من ثلاثة بتبقى الوضعية عدد ان معدود. فاكرين السلايد ده؟ تعالوا نبص عليه. عدد ان معدود، وقلنا انه كمثال هناخد سبعه رجال، فهنقول شخص ان رومي، شخص ان رومي. ولكن ناخد بالنا ان احنا في بعض الحالات عندنا ما بتقبلش حرف الان، ودي انا مش عارف بنسميها حروف شفهيه، حروف انا مش عارف بنسميها ايه، بس ما بتقبلش الان معانا. ويمكن احنا لو جمعناها سامحوني يعني فاحنا ممكن نجمعها في هذه الكلمه الظريفه اللي اسمها كلمه بيمبسبس. هو انا بصراحه مش بستظرف القصه دي قوي. هو احنا عندنا خمس حروف، فيتا بي و بسي وفي ومي، هما خمس حروف اللي احنا بنقولها، هما بيكونوا كلمه بنفس عشان بس نحفظها مش اكتر. احنا حتى عندنا في العربي الدارج ان احنا لما نيجي نقول حرف الالف ام ويليه حرف من الحروف اللي احنا اتفقنا عليها زي مثلا حرف ال ب، وليكن مثلا هنقول حرف ال ان وهيليه حرف ال ب، فمشهور عندنا جدا اللي بيركب في البوتاجاز اسمه ايه؟ اسمه انبوبه. في حين ان احنا لما نيجي نكتبها بنكتبها الف نون ب، انما لما بنيجي ننطقها بنقولها انبوبه. هل احنا ما اختلفناش على الموضوع ده؟ يمكن انا راجل صعيدي شويتين بقول عليها انبوبه، انما انا ما سمعتش حد بيقول عليها انبوبه. حتى في الانبوبه تلاقي النون طبعا مش مظبوطه، يعني مش مرتاحه، برضه لازم يميمها شويتين.
في هذه الحالة بيتحول في حالة الخمس أحرف اللي احنا اتفقنا عليهم المكونين لكلمة بنفكس، بيتحول حرف الني إلى حرف مي، فهتغير تركيب الجملة من عدد إن معدود إلى عدد إم معدود. يبقى فوق عدد إن معدود، تحت عدد إم معدود. ناخد مثال علشان الدنيا ما تتلخبطش معانا، فإحنا هناخد عندنا مثال كلمة مارثيتيس بمعنى تلميذ. فإحنا لما نيجي نقول وليكن مثلا عشان بس احنا لسه ما خدناش الأعداد ما أعلى من 10، فهنقول مثلا أخذ 3 من التلاميذ أو أخذ 3 تلاميذ، وده زي ما حصل في التجلي على طول طابور. فهنقول شرط إمارثيتيس، شرط إمارثيتيس، ودي الحالة الوحيدة اللي بيخلق فيها العدد والمعدود بدل ما يبقى في النص إم بيبقى إم. وعلشان ما تبقاش الدنيا برضو باظت معانا إلى حد ما، فإحنا كنا أخذنا المرة اللي فاتت الأعداد من 1 إلى 10، المرة دي إحنا هناخد من أول 10 لحد 19. حلو؟ كويس. فتعالوا نبص على الجدول اللي قدامنا، هنلاقي إن الجدول اللي قدامنا ثبت فيه كلمة ميت اللي هي كلمة 10، فهنلقى إن ميت يعني 10، 11 ميت قوة، 12 ميت صناعة، 13 ميت شرط، 14 ميت فتور، وهكذا. يبقى احنا لو حفظنا من 1 ل 10 او من 1 ل 9 يبقى احنا كده حفظنا كويس جدا من 10 ل 19. يعني بسهوله لما اجي اسال حد من اخواتي واقول له اخذ 3 تلاميذ هيقول لي شونت ام مارثيتيس. طيب اخذ 12 تلميذا على حسب الجدول الجديد هنقول ميت سنارف المارثيتيز، يعني 12 تلميذا. طيب علشان ما ننساش اللي سبناه قبل كده، خلي بالكم يا ايوب المعلومه كمل معانا شويه عشان ما ننساش اللي سبناه قبل كده المره اللي فاتت. طب لو عاوزين نقول 12 رجلا فهنقول ميت سنارف ان رومي، ميت سنارف ان رومي. في حالة أن يكون هؤلاء الاثنى عشر رجلا هما الاثنى عشر تلميذا، فهيبقى ميت سنارف امارثيتيس. وبكده أنا حاسس إن أنا ممكن أكون طولت عليكم، عايزين نفهم أمورنا شوية أحسن المرة الجاية بإذن ربنا، محتاج صلواتكم عني يوم الثلاثاء الجاي عشان نكمل العدد المعدود لأنه هياخد معانا شوية وقت حلوين. إلى الإخوة الذين ما زالوا لم يشتركوا في القناة حتى الآن، ممكن حتى تفضلوا وتكرم علينا بالاشتراك من تحت، هتدوس زر الاشتراك، فعل زر الجرس، هيوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي إحنا بننزلها. وإلى إخوتي الغير ناطقين بالعربية، النداء الأخير لإخواتي الغير ناطقين بالعربية، برنامجكم يوم الأحد الصبح الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهنسيبلكم اللينك بتاعه تحت. إلى أن نلتقي يوم الثلاثاء الجاي بإذن ربنا، محتاج صلواتكم عني كتير، أشوفكم على خير
Who by Caleb Joyce?